أعزائي مشاهدي برنامج جوه الغيط، أعزائي المزارعين في كل مكان على أرض المحروسة وفي كل مكان على أرض وطننا العربي الحبيب، أهلا بكم ومرحبا في هذه الحلقة من حلقات برنامجكم جوه الغيط التي نتحدث فيها سويا عن أهم الآفات والأمراض اللي بتصيب محصول البطاطس، فتابعونا. أول حاجة هنتكلم فيها النهاردة هنتكلم عن مرض الندوة المبكرة في البطاطس، والمرض ده مرض فطري. بطبيعة الحال المرض ده الجراثيم بتاعته موجودة في الهواء. طيب بتحصل إصابة إزاي؟ لما بتنزل الجراثيم بتاعت هذا المرض على النبات وتتهيأ لها الظروف الجوية المناسبة من الرطوبة، بتبدأ الجراثيم ديت بتنبت والفطر بينمو في أنسجة الورقة وبيدينا أعراض. إيه هي الأعراض؟ بتبقى عبارة عن بقع بنية جلدية الملمس بداخلها دواير مستديرة أو بيضاوية الشكل متحدة المركز. لما بتنزل درجة الحرارة بتتحد هذه البقع مع بعضها وتعم مسطح كبير من الورقة. لما المطر بينزل على هذه البقع بيغسل الجراثيم بتاعة الفطر الموجودة على الأوراق اللي هي بتديني المظهر اللي أنا قلت عليه، وتنزل هذه المية المحملة بالجراثيم في التربة فتلوث التربة بالفطر مرة تانية. أنا لو زرعتها بتنصاب البطاطس بتاعتي مرة تانية بالندوة المبكرة. المسبب بتاعه هو عبارة عن فطر برضه موجود، هذا الفطر بيناسبه درجات حرارة منخفضة ورطوبة نسبية عالية. طب أعراض الإصابة هنشوفها إزاي؟ أعراض الإصابة بتبقى عبارة عن مساحات مائية على قمم وحوافي النباتات. لما بتنزل درجات الحرارة بتبدأ تتحول هذه المساحات المائية إلى اللون البني أو الأسود، وبيقابلوا على الجهة المقابلة لهذه الأعراض على سطح الأوراق في الجهة المقابلة لها من أسفل بنشوف نموات زغبية لونها رمادي. الفطر ده مشكلته أنه زي ما بنقوله الشكل اللي انت هتشوفه حضرتك في الغيط بتاعك كأنه ضرر من أضرار الصقيع، كأن النباتات اتعرضت لموجة صقيع جامدة وبدأت المظاهر بتاعتها تظهر على الغيط. الأعراض بتبقى مشابهة، بس المشكلة أنك 3-4 أيام تبص تلاقي الغيط كله امتحى إيه من على الأرض. احنا عايزين نقول ان هذا المرض بيصيب الاوراق والافرع والسقال والدرانات ايضا، لكن الندوه المبكره ما بتصيبش الدرانات في الظروف البيئيه المصريه. لما بتنصاب الدرانات ازاي؟ طبعا الميه بتاعه الري المحوري او الامطار بتغسل الجراثيم الفطر وبتنزل للتربه فبتوصل للدرانات، او اثناء الحصاد اللي بيحصل ان العرش لو فيه ليه بقايا ملوثه الدرانات المجروحه والمكشوفه بتعمل احتكاك بيه فبتصاب. هتشوف اعراض الاصابه على الدرانات عباره عن مناطق منخفضه على الدرنه في اتجاه اللب، وديت بتبقى متوزعه بطريقه غير منتظمه. يبقى الدرانات في مرض الندوه المتاخره بتصاب، اما في مرض الندوه المبكره لا تصاب تحت الظروف البيئية المصرية. هنتكلم عن طرق المكافحة المتكاملة لمرضي الندوة المبكرة والندوة المتأخرة، واحنا عارفين ان احد اسباب الاصابة هو الزراعة بتقاوي مصابة. الدرانات لازم نفتش فيها كويس ونجيبها من مصدر يكون مصدر موثوق فيه. تاني حاجة لازم نعمل عمليات خدمة كويسة جدا للأرض من حرث متعامد وتشميس كويس وتهوية كويسة. تالت حاجة ان احنا
نستخدم تسميد متوازن وما نسرفش في استخدام الأسمدة الأزوتية، ونستخدم لازم الأسمدة البوتسية اللي هي موجودة معانا في الموسم. بعد كده لازم ان احنا نكتشف الإصابة مبكرا ونعالج الندوة بأحد المبيدات الموصى بها وتحت إشراف مهندس المكافحة، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة أثناء رش المبيدات الحشرية. هنتكلم إن شاء الله عن أهم الإصابات الحشرية اللي بتصيب محصول البطاطس، وهنبدأها بحلق بحشرة المن. حشرة المن هي بيسموها أمل النبات، وحشرة المن هي من الحشرات الثاقبة المصة. خطورتها في البطاطس إنها حشرة ناقلة للأمراض الفيروسية. طيب بتعمل إيه حشرة المن؟ بتمص دم النبات، العصارة النباتية اللي هي موجودة بتمصها من النبات، فتؤدي ذلك إلى كرمشة الأوراق وتجعده وتقزمها وإصفراره. غير كده أنها بتعمل الندوة العسلية، إفرازات لزجة فيها نسبة من السكر بيجي عليها العفن الهبابي أو العفن الأسود، بيجي ينتشر على سطح الورقة ويلونها باللون الأسود، وبيمنحها من عملية التمثيل الضوئي. لما بيمنحها من عملية التمثيل الضوئي وتحويل المواد النشوية اللي موجودة فيها عشان تخزنها في الدرنة، فبالتالي بينعكس ذلك سلبيا على المحصول، وبدي محصول ضئيل وبيتسبب في فقد جزء كبير من المحصول. كمان حشرة المن بتنقل أمراض فيروسية زي فيروس A وفيروس Y للبطاطس، ولما بتتنقل أمراض فيروسية للبطاطس بتؤدي إلى كارثة كبيرة جدا، بتضيع كمية كبيرة جدا من المحصول. وهنشوف طبعا أحد الأمراض الفيروسية في المزرعة اللي احنا موجودين فيها تسببت فيها حشرة المن، اللي هي المزايق أو التبرقش أو تبرقش الأوراق. حشرة المن ديت حشرة لها 52 جيل في السنة، يعني موجودة معانا طول السنة، يعني ضيف تقيل ما بتفرقناش. بيتسبب في وجود هذه الحشرة الحشائش اللي منتشرة سواء على حواف الحقول أو داخل الزراعات نفسها. ولذلك أنا ندائي ورجائي من مزارعينا الكرام أن يتخلص تماما من الحشائش اللي موجودة على الترع وعلى المساقي وعلى راس الغيط وداخل الحقل، ما يسيبهاش اطلاقا، ان الحشائش ديت هي عائل وسيط لتكاثر وانتشار العديد من الحشرات اللي هي بتاذينا دايما في لقمه عيشنا وفي محصولنا. طب بنكافح المن ازاي؟ بنكافح المن طبعا زي ما قلنا مكافحه متكامله. ايه المكافحة المتكاملة؟ احنا عرفنا ان السبب والمشكلة الرئيسية بتاعت المن وبعض الحشرات هو وجود الحشائش حوالين حواف الحقول او على الترع والمسار. يبقى رقم واحد ان انا ارش الحشائش ديت قبل ما اشيلها وبعدين ازيلها فورا، ادي رقم واحد. نمرة اتنين ان انا ما اسرفش ولا اغالي في التسميد الازوتي. السماد الأزوتي لما بتكتره بيعمل مشاكل، وخاصة إن هو بيسبب الإصابات الحشرية بتكون في منتهى السهولة، فلازم التوازن السمادي وانت بتتعامل مع السماد. نمرة ثلاثة إنك انت بترش بأحد المبيدات الموصى بها من مصادرها الموثوق فيها وبالجرعات المناسبة، وتتأكد إن العبوة نفس المبيدات اللي هتكافح بها المن هي اياها، ما تجيبليش ايه مبيدات مخالفه وترش بيها المن. يبقى كده احنا عرفنا ازاي بنتعامل مع حشره المن ونكافحها ازاي.
مصر الزراعية، أسلوب حياة. الحشرة التانية الخطيرة برضو اللي ما بتقلش خطورتها عن حشرة المن هي حشرة اسمها حشرة الذبابة البيضاء. الذبابة البيضاء الطور الضار بتاعها هو الحشرة الكاملة. الحشرة الكاملة لأنها ليه حشرات ثاقبة مصة بتيجي بتمصلي برضو نفس العصارة وبتسبب ندوات عسلية زيها زي المن. وبرضو هذه الحشرة من الأمراض الناقلة للأمراض الفيروسية واللي بتسبب مشاكل عديدة لزراعات البطاطس. المكافحة قريبة جدا من نفس المكافحة بتاعت المن، ان احنا بنتخلص من الحشائش اللي موجودة، ان احنا ما بنصرفش في استخدام الاسمدة الازوتية، ان احنا بنستخدم اسمدة بوتاسية موجودة معانا، ان احنا بنداوم المرور، ودي خطوة مهمة جدا هي مداومة المرور على المزرعة بصفة مستمرة. مداومة المرور على المزارع يا ريت نكون كلنا على مستوى المسؤولية وما نغفلش عنا إطلاقا، ما تغمضش عن لقمة عيشنا اللي ربنا خلقنا. هتداوم المرور، هتكتشف الإصابة بمجرد وجود حضرتك شفت المظهر قدامك. الذبابة ما يختلفش عليها اتنين، انت لو هزيت الورق بتاعها بتلاقي سحابة من الحشرات طالعة كده عاملة زي الشبورة، هتلاقيها وتشوفها بعينك كويس. في الحالة دي تروح تبلغ المرشد تقول له تعالى يا باشمهندس شوف لي، انا عندي ذبابة بيضة موجودة في قلب الغيط. هيجي معاك او هيكتب لك المبيد وتروح تتاخذ تجيب آلة الرش بتاعتك وتبدأ تتعامل مع هذه الآفة. ونتمنى لكم إن شاء الله محصول وفير. ننتقل إلى أحد المزارعين وبيرش المبيدات، نشوفه بيرش بالطريقة الصحيحة ولا هناك أخطاء ارتكبها. يا ريتنا نروح مع بعض، تفضل. انت بترش، انا شايفك بترش كويس يعني ما فيش مشكله، بس انت ما حدش قال لك انك انت تلبس ملابس وقايه؟ لا لا، بس انا ما جبتهاش والله، لسه عاجبها كده وهظبط. لا بص، هو الملابس قبل ما ترش لازم ملابس الوقايه عشان نفسك انت وعشان صحتك. بص انت من غير يعني رجليك متعرضه كده للتلوث مبين، ودي لازم يكون فيه جوانتي، اخدت بال حضرتك؟ ويبقى فيه كمامه على 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 بقك، اخدت بال حضرتك؟ والنضاره اللي هي موجوده في العينك عشان تحمي عينيك. صح. ده انت جلدك كده ممكن المبيد يتعرض. الله يكرمك. والطاقيه طبعا، الطاقيه اللي معاك ممكن تكفي او اي حاجه، خدت بالك؟ يا ريت مره ثانيه لما تيجي ترش ما تنساش ملابس الوقايه. لا اجيبها ان شاء الله. خدت بالك؟ الماتور بتاعك كويس اهو، ما فيش مشكله فيه، خدت بال حضرتك؟ وبعدين انت بترش برضو ايه، رش بالبشبور عامله شمسيه زي التعليمات ما بتقول. بس انت يعني برضو في حتت بتركن كده، بتكن برجلك فيه كنانك في حته كده، وتديها للمبيد، تاخد من منك مبيد اكتر. خدت بال حضرتك؟ المبيد دي لازم تكون ايه، مشيتك ماشيه ايه واحده، خدت بالك؟ خطوتك خطوه منتظمه كده، لا توسعها ولا تتقل برجلك في حته. انت خدت بال حضرتك؟ وبرضو ايه يعني دايما تحرص على ان تكون ايه الموضوع شمسيه. لو لقيت الدنيا مطرت
طبعا ممنوع ال... اه اه او في حاجه كمان بتنضاف على المبيد في اليوم اللي تتوقع فيه المطر هتيجي، قول له تروح لبتاع المبيدات او يدي لك ماده لاصقه بتبقى موجوده، فبتبقى موجوده على البتاع دي عشان لو في ندى عشان لو ندى فيه او ايه شتاء امطار. امطار ما بتزحلقش الرش اللي هي ايه اللي هي خدتها. تمام. وبعدين نفترض انك انت نسيت الماده اللاصقه ديت وانت كنتش متوقع وجات مطرت، لازم تعيد الرش بعد يوم ده ولا جوز. اتنين، صح. خدت بالك، وتخلي عينك على البطاطس بتاعك والندوه ديت اللي موجوده عندك. انت بترش ايه؟ بترش كل مره كل من 2 إلى 3 أسابيع رشه. المبيد اللي استخدمته في الرشه الاولى بعد الاسبوعين او ثلاثه تستخدم مبيد غيره، شكل خدت تاني، بال حضرتك؟ نوع تاني. ناحيه تانيه دايما تحرص على المبيدات تجيبها من الاماكن الموثوق فيه، صح. ما تروحش لاي حد وتجيب لا المبيدات، صح صح خدت بالك؟ صح تروح على الجمعيه الزراعيه ويا ريت يكون مهندس المكافحه متابعه، خدت بالك؟ يقول ماشي لك كذا، لو موجود معاك ما كان يمكن ما كانش خلاك تنزل ترش من غير ايه ملابس الوقايه. صح. وبنشكرك وربنا يوفقك يا رب. الله ونتمنى يخليك لك يا شيخ، محصول ايه؟ ويسعدك ربنا. محصول الله وفير ان شاء الله. ان شاء الله. وادينا بنتجول في مزرعه من مزارع البطاطس اللي موجوده، وبنفاجئنا مرض موجود في قلب المزرعه واحد النباتات المصاب بمرض تبرقش الاوراق اللي بيطلق عليه مرض الموزايك، اهو موجود المرض دي. السبب بتاعه هي الحشرات الثاقبه المصه بصفه خاصه المن المجنح منه والذبابه البيضاء. طبعا في اعراض اصابه للامراض اللي موجوده برضو في نفس المزرعه، يعني عندنا اعراض لاصابه بالندوه المبكره اللي هي بتبقى موجوده في على الاوراق المسنه للنبات من تحت وبعدين بتطلع لفوق بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. برضو ده يا جماعة المنظر اللي احنا دايما بنتكلم عليه وبنحذر منه دايما، الحشائش البرية اللي هي موجودة على حواف الحقول اللي هي ادي خبيزة برية هي موجودة وزربيح وعليق وهلوم مجرة من مجموعة حشائش خطيرة بتكون عائل وسيط لتكاثر وانتشار الحشرات منها، بيجي منها المن وبيجي منها مشاكل عديدة جدا، يا ريت نبقى نتخلص منها زي ما بنقول ونركز عليه. لحد هنا أعزائي مشاهدي برنامج جوه الغيط انتهت حلقتنا معاكم اللي اتكلمنا فيها عن أهم الآفات المرضية والآفات الحشرية اللي بتصيب محصول